بسم الله الرحمن الرحيم. المعبد الثاني اللي ان شاء الله ربنا يكتب لنا ونزور المعابد دي مع بعض ان شاء الله، ما ورا السد، معبد جرف حسين. جرف يعني سيل، بيجرف حاجه. حسين الامير حسين ابن نجم الدين الحسيني اللي كان ساكن هناك. المعبد مكانه الاصلي كان 90 كيلو جنوب اسوان. تاني واقع معبد من ثلاث معابد عملهم رمسيس الثالث، ليه اعتبر نفسه واحد من الالهه الموجوده في المكان ده. المعبد بسيط جدا في تصميمه، معبد مش متبقي منه الا صاله الاعمده اللي باينه قدامنا، التماثيل بالوضع الاوزيري، ووضع اوزيري مختلف، وضع يزيل بيد واحده. هنا ده البلان اللي عملوه في القرن 19 وبدايه القرن 20، وقالوا ان المعبد كان المفترض يبقى كده. يعني كان المفترض ان المعبد يبقى بيلون، وبعد البيلون فيه صاله اعمده، وصاله الاعمده فيها تماثيل اوزيريه. التمثال الاوزيري اللي قدامنا ايد واحده من الاثنين، وده واضح ان هو مختلف من حيث التصميم بتاعه، ربما هنسميه عمود بايد واحده كهيئه ملكيه. زي ما بقول لحضراتكم ان الاعمده حتى النقوش اللي عليها نقوش بسيطه جدا. في تمثال تاني او في الجزء تاني من اجزاء المعبد موجود في تمثال اوزيري زي التمثال الموجود في متحف النوبه، واحد من التماثيل وضع اوزيري كامل بالتاج المزدوج بشكل رمسيس مع الامتلاء بتاعه مرحله او مكان النوبه. هنا باصين حضراتكم المعبد ببساطه، الملك مثلا في منظر بيتعبد قدام حورس وبيقدم الخبز، الملك بيتعبد قدام امون رع الاعمده زي ما انتم شايفين، بقايا مناظر بسيطه جدا. موجود ثالوث منف بتاح وسخمت، بس اللي في النص مش نفرتم، ده رمسيس الاول ابوه. العتب اللي عليه خراطيش رمسيس الثاني. الملك هو بيقدم مره تانية قدام حورس، المنظر يمكن بنكرره مره تانية، بعدين بيتعبد قدام بتاح. شايفين انا المناظر ما تخضنيش، المناظر ما فيش مناظر اقدر اقول واو، يعني انا ممتاز. رمسيس بيتعبد، رمسيس هنا واقف قدام احد الاله بتاح تاتنن، واحد من الالهه اللي كان المفترض انها مصوره في داخل قدس اقداس المعبد. الاعمده كل المناظر اللي عليها بقول لحضراتكم، ما بين مناظر الهيه واول مناظر للملك وهو بيتعبد امام الالهه المختلفه. معبد صغير، معبد جميل، معبد بيدفعنا ان احنا نزور ما وراء السد. ندخل على المعبد اللي بعده بقى، كشك قرطاسي او معبد قرطاسي. كشك او معبد معمول من الحجر الرملي، اوضه مربعه خالص، واضح ان كان فيه بيلون وكان فيه فناء اعمده. السقف اربع اعمده، ما لو انتم شايفين هتلاقوا التيجان المزخرفه اللي هي الاعمده النباتيه او بنسميه العمود المركب. على جانبي المقصوره بره بقى في العمودين بتوع حتحور اللي هم حتحور، وهتلاقوا حتحور حتى الكوليه الحلو قوي اللي ظاهر لابس لابسه حتحور الجزء كانه بيمثل مع راسها السيستروم بتاع حتحور. المقصوره هنا او الكشك ده او المعبد من عهد تراجان قرن اول. المعبد هنا واحد من ال 12 جزء او ال 12 فرسخ اللي اتكلمنا عليهم واحنا بنشرح فيله، وقلنا ان هي منطقه الديتو كاشين. لكن المعبد هنا ده بيقولوا انه كان مكان او استراحه لايزيس تستريح فيها وهي خارجه من فيله، لكن كتير من القصص بتكلمني على ارتباط المعبد ب حتحور، وبتحكي القصه ان حتحور في النوبه عرفت بان الاله رع كان البشر ابتدوا يقولوا عليه جسمه فضه، جسمه ذهب وشعره فضه، يعني جسمه كبر قوي بقى لونه اصفر وشعره ابيض قوي بقى لون الذهب. ومن هنا بدات حتحور وهي عين رع تنتقم من البشر وتقضي عليهم، لغايه ما ارسل اليها الجحوتي اللي خدعها حسب الاسطوره ما بتقول. وبيقال ان هو في المنطقه بتاعت قرطاسي دي زي ما بتحكي النصوص بعد كده بتقول ان هي رقدت ونامت في المكان. المنظر الوحيد هو اللي قدامي ده لامبراطور تراجان وهو بيتعبد امام ايزيس او حتحور، يعني مش باين النص الهيروغليفي. المعبد اخر حاجه عليه انه اتنقل سنه 60 بواسطه مصلحه الاثار المصريه، والمعبد اهم شيء ان هو دخل قائمه التراث العالمي في اليونسكو سنه 1979. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.